فمن الظلم للحقيقة وللإسلام الذي هو دين الله الخالد وكلمته الباقية إخضاعه لمسلمات الأوضاع المعاصرة التي تنامت في أحضان مجتمعات كافرة متحللة، وقد أطلق كثير منها كشعارات فارغة براقة أريد بها تلميع الوجه البشع لتلك المجتمعات من أجل تمرير المخططات المشبوهة ومن دون أن تنزل بجدية للواقع العملي لتلك المجتمعات التي جنت منها البشرية ومن أوضاعها القائمة أفدح الخسائر في مثلها وأخلاقياتها وأشد المتاعب والكوارث في تعايشها ومسيرتها. وإذا كان في بعض القضايا الدينية والمفاهيم الإسلامية نحو من التعقد والغموض أو كان يبدو فيه بعض السلبيات والفجوات، فمن الممكن الحوار مع بعض رجال الحوزة العلمية من ذوي المستوى الرفيع في العلم والاستقامة من أجل استيضاح الحقيقة والدخول في أعماق المشكلة ومعالجتها.